فهذا لو طلعنا على هذا الابروكسيميشن تايم بس اشوف اذا في ابروكسيميشن اعلى من هذا لان انا حطيت مجموعه اي في هذا اظن 50th order. طبعا انا حاطط رقم عالي جدا بس حتى تشوفوا الفكره انه بدينا. طبعا هون احنا زدنا عدد كبير جدا. كم بول بكون زايد بالحاله هاي؟ يعني لو طلعنا على الحاله الاخيره هي اخذت هون 10 20 50 اظن هذه الحاله الاخيره اللي هي 60 فانا ضايف 60 0 60 بول. طبعا احنا ما راح نعمل هيك في الحاله الحقيقيه بس انا الهدف كان من هاي انه تشوف انه استطعنا احنا نعمل لينيرايزيشن للديد تايم خلص صارت لينير فانكشن وهذه تقريبا صارت تعطيني ديد تايم ما عم بتغير الماجنتيود عمالها بتعمل ديلي للفريكونسيز المختلفه فكل فريكونسي عمالها بتعملها ديلي وهيك صار السيستم لينير. هي ال 60 فاخر وحده هاي اللي اخذناها كانت هي 60 اعطتني ديد تايم. ماشي واضح الكل فاهم شو اللي عملنا.